بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حشو سويته كل شيء ما بي بس بصل ولحم مع الدجاج، لحم مفروم طبعا، وكاري وفلفل اسود وشويه ملح. يعني عندي كسرت بيضه واحده هنا مع شويه دهن، اي نوع دهن طبعا، ومعلقتين لبن، اي جبن بس لا حلو. وعندي بيدا بريد، اذا خبز قديم اطيب طبعا يطلع. هذا راح اخلي على الوجه. إذا حطون بي شوية فلفل أحمر ريد بابريكا هي طيبة تطلع. تكون البهارات أطيب من الملعقة على الأكل إذا تستعملوها طبعا. معلقة ونص أي لبن عندكم، شوية زيت، وبيضة واحدة لأن عندي بيدا بريد. عندي هذا اسمه الخبز، هذا القديم كان بالفريزر طلعته، والحشو حشو حيل عادي ما بيها اي شيء بس بصل، والشي اللي تحبون تترش ما تخلون بيها. وهذا ما دهنته، راح اخلي بيه شويه زبده على هذا واشوفكم. هو بغيت صور خبز هذا ما نعرف ايش نسوي فيه. هذا حيط طيب متخصص الاطفال يحبون هاي الشغلات. هي اي نوع خبز عندكم؟ يعني هذا خبز من زمان صار له بالفريزر تقريبا اكثر من شهر. طبعا هذا الخبز يعني صار له اكثر من شهر عندي جنب المجمدة ما استعمله. هذا البيدا بريد، اذا ما عندكم هذا تقدرون تسوون خبز صاج. الشكل اللي تحبون تكلف، بس حطوا هنا شوية دهن حطيك. اذا ما عندكم الفرن هم تقدرون تسوون نفس الطريقة على الطاولة. راح اسوي نصه بهاي ونصه مع اسمه، وراح ان شاء الله من اخليه على الفرن اشوفكم. هو انا على الوجه سويت بيضه واحده ولبن وشويه ريت بابريكا قبل ما احطه على الفرن. هم اشوفكم هو خليت فيه شوية جبن. اي شيء عندكم انتو، نصب جبن نصب ولا جبن، اي شيء الموجود. مثل السندويش هذا الخبز القديم عندنا، اذا ما عندكم هذا بيدا بريد، اذا ما عندكم هذا خبز صاج قديم القديم يطلع طيب. هذا الفوق وسويت بيضة واحدة مع شوية لبن، شوية ريت بابريكا خليت فيها. هاي حيل اكلة طيبة.
وتشبع مع الوقت ونتخلص من خبز القديم هم احسن ما نسجل. الفرن علبت على 400 لان هو بساعة راح يستوي، بس الحشو سويته، بس الخبز كان خبز جاهز. راح اخليها الفرن ان شاء الله، اخليها يعني 10 دقائق كلش كفاية لان كلها مستوية ان شاء الله. منطلع اشوفكم هو ظل 10 دقائق ما اكثر. اذا عدتم كيس حطوا فوق، اذا ما عدتم ابد ما يحتاج، لان خلينا فوق بيض ولبن. اذا عدتم جبن حطوا، اذا ما عدتم ما نحتاج نهائيا. بخلي بس دقيقتين مرتلخ وطلعها. على البريكفاست حتى للمدارس. أكلة حيث سهلة وحيث طيبة.